السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة ومفاجأة العيد. الفيديو اللي فات قلنا هدية العيد، الفيديو ده مفاجأة العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير كده ويصلح حال أمة محمد أجمعين وكل من قال أمين. النهاردة إن شاء الله أول يوم ليا كده، قلنا نصبح على الناس ونشوف الكلام هيبقى على ايه، هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طبعا انت شايف، قال لك ايه، هنبيع حمام الغيه كله. انا اقول لك كلمتين، الكيف الناس بتشتريه ما بتبيعوش، فده كيف. شوف اللي هو يكيفك في غيتك واعمله. مربي شويه قتله كانت اخر النهار، لا خلاص ايه، ما منهمش فايده، خليهم للي هم شبههم اللي عايزينه، واعمل حمامتين اللي هم يكيفوك. لو كيفت نفسك في قلب غيتك تكيف بلدك، لو كيفت نفسك واقتنعت اللي انت متكيف ونازل مبسوط من قلب غيتك تكيف بلدك واي بلد جنبها. فالوقت انت بتعمل ايه؟ عندي شويه متعين وشويه اللي هم مثلا مكسرين الدنيا وبيمشوا وبيقبوا في العالم، ما لهمش دعوه بالواطي، يبقى هم دولت اللي انا اتكيف منهم، يبقى هم دولت اللي انا هتكيف منهم. فاحنا برضه عشان خاطر الناس اللي هي زهقت وقال لك ابطل حمام وبيع حمام، وكتير من ناس كتير بعت حمام وصفت غيه خالص بسبب القرف اللي جنبهم. سيبك من غلو الكلفه، عشان غلو الكلفه ملوش فيه، غلو الكلفة ملوش فيه. انا قلتها لك، السجاير بتضر وغليت 100% و200% والناس ما بطلتهاش. الكلفة لو وصلت ليه وقضمة فيه كيف الناس كده كده، ما انا بقول لك الكيف الناس بتشتريه، الناس بتشتريه، ما بالك بقى طير انت بقى ايه، مريح بالك ومريح ومهدي اعصابك. اقول لك ايه ولا ايه؟ طيب هقول لك بقى احنا هنعمل ايه بالصلاة على النبي. فاحنا حبينا برضو اللي احنا نعيد عليكم، وحبينا اللي احنا نعرفكم الدنيا هتمشي ازاي. فابقوا معنا بس على ايه، نجيب الكاميرا خلفيه ونرجع لكم تاني. دولت طبعا الشويه دولت يعتبر بتاع اللفت، ومستعدل شويه عليهم من فوق، نقول بسم الله. اتفرج عليهم بقى عشان اللي يقول لك ايه غاوي استرالي، اتفرج. بعين بيضة، مرقع، حلس، ده اللي انا كنت فارخه. الاستراء اللي فيهم، ها؟ ده الاستراء اللي فيهم. على ورد. اشرب بندق. اشاط قاطي. حلس. برعبة حمرة. عنبرة شقافة، دباني، أكوى الغزار، مراعي أبو ديل أبيض، حلس، على ورد، سكرتة جنبي، على فحم، أخوه جنبي، اخضر، ابله ابيض، حلس، حلس تاني، بوازه، شخشولي، اخضر، ازرق قطيف. انت ما تقشطلكش ليه؟ ماشي. نيش بنفسجي، قبل ابيض تاني، حلس ده انا كنت فارخه، حلس اشربوندو، استرالي بسحنة، استرالي اخوه، شخشول احمر. الشوية دولت شرقنا لهم،
هم دولت ربنا ويدي ربنا يدينا الصحة ويديكم الصحة كده، هم دولت ان شاء الله الاولى السنة الجاية ان شاء الله. الوش اللي انت اتفرجت عليهم هم دولت اللي هيتحطوا. تعال اوريك بقى الاسترالي اللي انا ايه ممكن ازقه في وسطه. استرالي اهو فومش جريزلي الحمد لله، ده انجليزي بوظها، وفي بوظها برضو الناحية التانية ماشي. ده البنيدي ده هنحطه فيهم دلوقتي، والاسترايا ده نحطه فيهم دلوقتي ماشي. ضرب بالصلاة على النبي كده خمس حمامات من الحمام الكبير، ودولت الحبة الصغيرين اللي يعتبر كانوا سايبين في اللفت وثبتناهم، ثبتناهم في قلب الغية ثبتناهم، ويبتدوا اللي هم دولت اللي احنا هنلعب بيهم. طول شهر رمضان دولت كانوا محطوطين في قلب بعضهم ومخويين بعضهم، كلهم في قلب بعضهم، كلهم في قلب بعضهم مخويين بعضهم وسايبين عضهم. ابتديت اللي انا اسخن فيهم اخر النار، وقبل ما المغرب بتدن عليها بيكون كل واحد في قلب الباب بتاعه وكلفته وبقشط عليه بعد الفطار. طيب كده انا عملت معاكم فوق الصح والمظبوط، فوق الصح والمظبوط. الحمام ده داخل له في شهر ونص من ساعة ما طلعته من اللوفت تحت، شهر ونص. طيب قلت لك بيتعامل معاملة زغلول وعاملناه معاملة زغلول، اتسابوا في قلب بعضهم وحفظوا واطمنوا في قلب الغية، حفظوا واطمنوا في قلب الغية، حفظوا وبنهم، حفظوا وبنهم، سلكوا سلكوا معايا. الدور الباقي اللي مفروض يتم معاهم الايام دي ايه؟ الجري يا بيه. اللي يتم معاهم الايام دي ايه؟ الجري يا بيه. دولت اللي احنا هنبتدي نجري فيهم طول الصيف. الحمام ده ان شاء الله يدينا ويديكم العمر هيتمرمط في السيف ده طول السيف، همرمطهم عشان لما يجي تقفل عليهم وريحهم وارميهم تماسي يبقى الحمامه دي كسرت الدنيا وغربلت الدنيا. فاول يوم لينا اقسم بالله اللي انا بقوله لك بالحرف، ده اول يوم اللي انا هطلع لهم فيه الصبح. الدنيا كانت صيام، بتنام متاخر بتصحى، فمش هينفع ان انت تصحى بدري، شغل كده كسل الكلام ده. فاحنا الحمد لله هنعدل ايامنا وان شاء الله ايامنا تبقى كويسه وايام خير على الناس كلها. فنقول بسم الله ومعلش لو صدعنا دماغكم ونتوكل على الله. ادي البيبانيا اهي اهي، ده بيطرقوا البيبان يعني اكن كده اللي هم ايه حافظين الميعاد. لا هم مش حافظين الميعاد، هي دي الخدمه، وقت ما تجزع لهم الباب عارفين هم يعملوا ايه. يلا بالسكرتات. ايوه جدع، الصلاه على النبي. سخنوا نفسهم بس الاول كده، وبعد كده يبداوا اللي هم يتحركوا واحده بواحده. ده اول يوم ليهم، لو ما مشوش مفيش اي مشكله، لو ما مشوش مفيش اي مشكله. يحفظوا ميعادهم ويحفظوا الوقت اللي هو يتفتح لهم فيه وتديهم الحصه بتاعتهم. جت بقى في نص ساعه في اول يوم، جت في ساعه الا ربع، جت في اللي تيجي فيه، مفيش اي مشكله. مع الوقت هتبدا اللي انت ايه تطول نفسهم تاني، وكده كده مفتح لهم نفسهم اخر النهار. جو الصبح بقى عامل شوية شبابات، عامل شوية زغاليل، تطلع تكيف نفسك وتمتع نفسك بيهم قبل ما تروح الشغل.
لازم تسخنهم برضه كده عشان الحمام ده يبتدي اللي هو يعتمد. فاحنا هنسخن فيهم ونرجع لكم تاني. حبينا برضه اللي احنا ايه نشارككم ونمتعكم معانا، لان الحمام ده لسه يعتبر انا مش هوريهولك لما يجهز، لا انا هوريهولك هو في البدايه بيعمل ايه، وان شاء الله ربنا يدينا ويديكم العمر كده هوريهولك بعد كده. هيلموا نفسهم وهم ماشيين، يلموا نفسهم وهم ماشيين، مش هيطلعوا يدوروا ايه وبعد كده يبتدوا اللي هم يعتمدوا السكه، لا انا هخليهم اللي هم يطلعوا يبرموا وهم ماشيين كده اهو، يبرموا بعضهم. تمام يا رجاله، شويه وهنرجع تاني.